موجود اولا هو دعوه لمشاهده كل العروض السينمائيه المشاركه في سينما المؤلف في مهرجان سينما المؤلف، وايضا دعوه شرفيه لكي يكون هناك ايضا قدره على خلق هذا التمازج بين الفنانين وبين ايضا الجمهور وايضا بين مختلف المدعوين سواء من المغرب او خارج المغرب، وبالتالي فهذه الدعوه بالنسبه لي شرف لكي اشاهد هذا الكم الكبير من الافلام التي في بعض الاحيان لا يكون لدينا وقت لمشاهدتها او ربما لا تتاح لنا فرصه، لانه هذه النوعيه من الافلام لا توجد دائما سواء من خلال الدي في دي او من خلال ايضا قاعه العرض او صاله العرض الموجوده الان في المغرب، وبالتالي انا اشارك هنا لكي اكون ايضا كاحد اهم متتبعي السينما سواء في المغرب او في العالم، باعتباري ليس فقط مشتغلا احد صانعي السينما ولكن ايضا انا متفرج ومشاهد بامتياز، احب السينما واعشق السينما، وعندما يتعلق الامر بالسينما المؤلف اكون دائما حاضرا لانه حضوري هو ايضا للاستفاده من هذه التجارب ولفهم ايضا هذه التجارب وتفكيكها في بعض الاحيان، تفكيك خلاياها لكي افهم كيف يمكن ان تصل هذه النوعيه من المهرجانات الى عامه الجماهير، وهذا شيء جديد. الجديد على مستوى التمثيل فانا الان اتواجد باصيله وزنقه مراكش وصويره واكادير لتصوير فيلم اسمه حياه اللي هو فيلم الرود موفي، فيلم على الطريق، هو فيلم من 5 أسابيع من التصوير، وفيلم يتحدث عن حافله انتقلت من الخارج من فرنسا الى اكادير، وهناك مجموعه من المشاكل، اخراج لرؤوف الصباحي هو مخرج شاب، واتمنى له كل المستقبل ان شاء الله في هذا العمل. على مستوى التلفزيون هناك مجموعه من الاعمال سيقوم باخراجها سواء في القناة الثانية، هناك سيت كوم في القناة الثانية، وهناك أيضا الجزء الثاني من دار الأفنان للقناة الأولى، وعلى مستوى السينما أيضا إخراجا إن شاء الله بعد رمضان تقوم بإخراج فيلم على نفقتي الخاصة بطبيعة الحال إن شاء الله، اللي هو فيلم سيصور إما بمدينة أزرو أو مدينة إفران على حساب الأماكن التصوير، وإن شاء الله يكون خير بإذن الله. شكرا.